هذه الرسالة للأئمة تاع الجزائر كاع بارتو 58 ولاية كاع. يا أئمة الجزائر بارك الله فيكم، أنتم دعاة الخير وأنتم راكم تقولوا قال الله قال رسول الله، صح صح، نحن نحترمكم، نحن رانا نشوفوا فيكم قدوة، رانا نشوف فيكم الدين، توما الدين كفاه، توما هما الدين صح. جامي في حياتي دخلت المسجد ولقيتهم يهضروا التوحيد إلا القليل، يعني نادرا التوحيد، هضروا التوحيد شوي، هضروا لي إلى ربي سبحانه، هضروا لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ينهى عن الشركيات، أهضر لي أهضر لي إلى القبوب، أهضر لي إلى القبوب، هضر لي بلي يعني لا يجوز يعني نروح نعبد ولي صالح، أهضر لي حكي لي في المنبر، في المنبر أنا ما تحكي ليش في المنبر، أه؟ باغي نسمع كما كان يدير الرسول صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام وكل الأنبياء، جل الأنبياء قاع أه؟ كان شركيات ممنوع هذا، احكي لي اليوم ما تحكي ليش على لا تقلق، ما تقول ليش لا تقلق، أه سبحان الله، يعني احكي لي قاع على الأخرين، ما تحكي ليش أنا على أمور سطحية فقط، يعني لا تتكيف الدخان ولا كذا ولا تسب ولا تشتم، لا لا ما تحكي ليش على هذا، احكي لي للتوحيد، توحيد نعرف عقيدتي انا كيف دايره، لازم العقيده تكون صحيحه، لاكم تحوسوا تنجحوا، انصروا الله ينصركم الله، ها انصروا الله ينصركم الله. السلام عليكم، انا كمسلم راه نشوف فيكم قدوه، راه نحب نتعلم منكم، ورولي انا ربي شكون، شكون ربي، ما نعرفش ربي، ورولي ربي شكون، كيف يعني كيف منشركش بربي، كيف منشركش، كيف راه سمعت باللي الشرك حرام، كيف منشركش مع ربي، كيف الناس راهي ما تعرفش وراهي تحشم بها تهدر، او تحشم بها تهدر في الدين هذا الصالح، يعني يقول لك كيف انا مسلم ما نعرفش انا مش معناتها توحيد الالوهيه والربوبيه الاسماء والصفات، انا مسلم ويحشم بي شخصيه، يحشم يقول لك كيف انا مسلم من شخصيه هذا السؤال، يحشم احضرت قول سبحان الله، ايوا ان شاء الله تكون الرساله وصلت. السلام عليكم.